خلينا اقول لكم النهارده على رساله جات لي وزعلتني خالص الصراحه. زوجين بينهم مشكله وبعدين تم التسرع في اخذ قرار الطلاق. انا دايما دايما انتوا عارفين ان انا ضد موضوع الطلاق لاني في حلول، يعني في حلول وفي ينفع ان احنا نعدل سلوكيات وان احنا ده يتعامل بطريقه بما يتناسب مع الطرف الاخر، في حلول. لكن اللي بزعل منه ان يتم اتخاذ قرار الطلاق بصوره سريعه جدا وبدفع من الاهل، والاهل كانه في الطرف ده والطرف دوت، وفي الاخر اللي بيندم الزوجين، لان فعلا في حلول يا جماعه. طيب ماجده انا عايز اعرف الحلم، خليني اقول اللي انا عندي وبعدين تقولي لي الحلم تكتبه لي عشان كده ان شاء الله هدخل ناس معايا، بس ادوني فرصه اقول لكم المعلومه دي. الزوج اللي كلمني المره دي وزعلان جدا يا جماعه، يعني الزوج زعلان جدا ان هو نخطط قرار الطلاق. بيقول كان في وقت الطلاق قبل في مرحله المشاكل اخواته واهله والناس والجيران واصحابه والناس كلها طلقها وطلقها، المعايب ده فيها ده فيها، وهي اصلا كان سبب المشكله التدخل الاهلي، هي كانت رافضه تدخل الاهل في الموضوع ده. وبعدين يعني تم الطلاق، بيقول انا تم الطلاق من هنا والناس سابتني من هنا وانا بقيت لوحدي وانا لا بقيت معرفش بعمل ايه ولا بسوي ايه، وكل واحد قاعد في بيته، وكان الموضوع انتهى، وكان كل الكلام اللي اتقال على زوجته ده راح. طبعا يعني انا في الاول وفي الاخر يعني انا ما بحبش قرار الطلاق يبقى في البدايه في حلول للمشاكل، والله لو كنت شايفاه ما عدا طبعا الخيانه، يعني انا عندي ليا في الخيانات، لو هي الخيانه الالكترونيه والكلام ده برده بتوجع بس ممكن يجي منها اصلاح. ولما تيجي لي زوجه تقول لي ده بيتكلم واحده واثنين وثلاثه وماله، بيتكلم واحده مش وماله عشان حلال، لا حرام طبعا، لكن ده افضل بكتير جدا، حله اسهل في الحل من انها تكون واحده بس هو مرتبط بيها وخلاص، يعني وهيبقى كده كذا واحده دي يبقى ده عنده مرض ويتعالج وعلى ذنب ومعصيه يتعالج. لكن الخيانه الحقيقيه لا، يعني خير الجسد يعني بتنقل فيها امراض، بتتنقل فيها امور الله ما انزل، يعني مش عايزه اتكلم انا في الكلام ده، لكن لا ده واحد فعل الكبيره، يعني ما اعتقدش ان في زوجه بتقبل كده، وانا ما بحبس في الخيانه الجسديه ان يبقى فيه تكمله، يعني لا احنا ناقصين امراض وشياطين ومحو بركه وبتاع ومتجبر كمان، واذا كان عاجبك وهو كده وانا وانت مقصره، يعني مقصره تروح تعصي، يعني كلام فاضي يعني. المهم الزوج ده يعني حزين انه خد قرار الطلاق، وهي قالت له يعني خلي باب موارب، لكن طبعا ما سمعش وخلاص تم الطلاق. واللي مزعله دلوقتي ان هي رافضه ترجع، هي رافضه ترجع يا ابني عشان انت اتسرعت، هي رافضه ترجع عشان انت اتسرعت، يعني ده قرار مش صح. دايما يعني خدوا نصيحتي من الامر ده، بلاش قرار الطلاق طلاق سريع، حتى لو هي حتى لو اهلها حتى لو الدنيا، بلاش القرار يبقى سريع، اصبروا وشوفوا حد مخلص مؤتمن ثقه يتدخل في الامر يصلح الموضوع، لا يجي على الزوج ولا يجي على الزوجه، يعني يكون مع الحق يا جماعه. يعني انا الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، النقطه دي حبيت انبه عليها، وانا بنبه عليها والله في كل الحلقات، بس انا برضو بحب ان انا اركز عليها لانها فعلا بتخرب، والندم ساعتها مش هيبقى له قيمه. يعني الندم صعب. طيب ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم امين. النقطه الثانيه ما تزعلوش مني. مش عايزه حد يزعل، بس خلوني اتكلم في النقطه دي، ما هتستحملوا صوتي بقى بالخرخشه بتاعته دي لحد ما نخف، يعني بيدو ربنا اصلا ما كانش بيطلع اصلا، فمعلش. المراه الخاينه، المراه اللي بتخون زوجها بقى شات كذا، يعني ان شاء الله نسال الله البعد عن الكبائر والكلام مش هتكلم فيه، لكن اللي بتقرر انها تخون زوجها وبيجي يسالني الزوج هي ليه خانت، مفيش مبرر للخيانه، السؤال ده غلط. ولما هي تيجي تقولي طب مش تساليني، لا ما اسالكيش انا، لا ما اسالكيش. ولما بتكلم على الزوج الخاين وانا مثلا انت خنت ليه، وانت اصل هي مقصره ايه يا ابني، تقصير زوجها لما يبدكش حل للخيانه، لان الموضوع مش بره الزوجه تماما، الموضوع بره الزوجه، الموضوع بره زوجك، مش بره الطرفين تماما. الخيانه خيانه لله عز وجل، الخيانه خيانه ربنا سبحانه وتعالى. فما تيجي اما تيجي انت تقولي لي مش تسأل، لا ما اسالكيش، لا ما اسالكيش انا اخوتي، اصل هو يا سلام قلت تقصير الزوج او تقصير الزوجه لا يبيح للطرف الاخر ان هو يخون، دي محتاجه توبه بينك وبين ربنا، امر صعب. يعني النقطه الثانيه، نقطه
إيه لا اصل انا كنت عندي جفاء وعوز عاطفي. اشمعنى هو مفيش حاجه هنا اسمها اشمعنى هنا، الموضوع ما فيهوش مقارنات. يعني ما ينفعش تيجي تقارن تقول ايه اصل هو عمل وما كان عنده عوز راح عمل وانا سامح. ده براحتك تسامحي ما تسامحيش، ده حاجه ترجع لك، ما حدش قال لك ولا جبرك انك تسامحي ولا ما تسامحيش. لكن ما تاخدي قرار، خدي قرار جماعي على الاسره كلها لو كان في اولاد، وانت نفس الكلام. لكن اجي اقول لها اقول اصل انا ببر انا هو اشمعنى، ما فيش هنا في الخيط، ما فيش في المعصيه اسمها اشمعنى فلان لما بيعمل بيتقال له. انا من مالك هو من البشر. انا بستعجب جدا على فكره الناس اللي بتيجي تقول لك إيه اصل البشر ما اعرفش ايه، وهيقولوا يقولوا وانت كل اللي همكم كلام البشر، وهيقولوا ايه يا عم ده ايه المصيبه دي؟ انت شوفوا الكارثه اللي انتوا عاملينها والمعصيه اللي انتوا عاملينها مع ربنا الاول. هتقول لربنا ايه ولا تتعامل مع ربنا ازاي؟ يعني دي كارثه. حضر اجابتك لله عز وجل. الخيانه خيانه لله عز وجل. الزوج طالع منها والزوجه طالعه منها. لكن لما اجي اتكلم يقول لي اصل نفسيه المراه اللي بتخون ان هو علشان عندها عوز عاطفي ايه وبتاع، تيجي تقول لي اساليني. لا ما اسالكيش، دي معصيه لله سبحانه وتعالى، حرام بكل اشكالها من كبرها لصغيرها. النظره بريد الزنا، ده اللمسه، تمني القلب واشتهاء القلب، ده كل ده تحاسب عليه. ايه الكلام الفاضي ده؟ النقطه الثانيه يقول لك إيه الصحبه. اه طبعا الصحبه بتاثر. لما تصاحبي واحده بتدخن وبتشرب سجاير وبتقعد على قهوه بشيشه، ايه ده؟ انت منتظره انها تنصحك ايه؟ تقول لك قومي صلي الفجر؟ منتظره تقول لك تعففي وتطهري واتقي الله؟ ما تختاري صحبتك، تقول لك انا ماليش دعوه، هي جاره وبنروح نشرب قهوه، ما تشرب قهوه مع بعض في البيت، هي تشرب شيشه وانت كذا. يا جماعه عيب الكلام ده، احنا بقينا فين؟ احنا بقينا في، احنا خلاص تنازلنا عن الثوابت الاساسيه وبقينا يعني ننحدر للاسفل كده خالص. شيشه ايه يا بنتي اللي انت قاعده مع واحده بتشيش ومنتظره منها ايه اصلا؟ عايش سامحوني عشان زوري. يعني ده امر صعب. يعني النقطه الثانيه نقطه الاهل، اهله عملوا كده فانا بكيد، او هو عمل فانا واحده قدام واحده، ده مش مقياس. ده مش لما باجي اكلم امراه يا جماعه، ما باجي اكلم عبد لله مش راجل ولا ست. المعصيه من عمل صالحا من ذكر وانثى، الله عز وجل ده حكم ربنا. ده ربنا لما بيجي ياكل عنده بيبقى بالشكل ده من ذكر وانثى. لكن اجي ابرر واقول اصل نفسيتها واسالوها، ما تسالوها الاول مهما كان، دي ما فيهاش سؤال. انت عارفه اقول لك على حاجه، انت عارفه واسمعيني يا بنتي انا زي امك والله، اسمعيني. لما اجي يا بنت الحلال تعملي يعني مثلا زوج مثلا مقصر في امر معين وانت زعقتي او قابلتي مثلا امه مش عارفه عملتي في امه كذا او اخته قمت جا رد عليها، الامور دي كلها تتعالج. استنى عشان في اتصال. الامور دي سهله، اقول لك اه انت عملتي ده كان رد فعل، اسالك ليه عملتي كده؟ خلاف كده ما اسالكيش، خلاف كده ما اسالكيش. الامور اللي خاصه بعبادتي بربنا وبطاعه ربنا ومعصيه ربنا، العباد طالعين منها. محدش هيجي يقف يجاوب عنك يا بنتي، محدش هيجي يجي يجاوب ويجاوب بدالك قدام ربنا. اصل انا محتاجه حد افضفض معايا. وكان بص كده انا هناقشه في الحلقات الجايه، اللي بصته منيل بنيله جدا، بيكلم الرجاله بامر ما تتجوزش لو مش هتعمل كده، وحاطين مغالطات. لو ما كلمتهاش انت مسؤول بقى، تسيبها تكلم صاحبتها، تسيبها تكلم اي حد. اي حد ايه اي حد دي؟ انتوا بتبصوا ايه؟ سواء في جروبات الرجاله ولا جروبات النساء، انتوا بتبصوا ايه يا جماعه؟ ده صعب اللي انتوا بتقولوه، ده مش صح اللي انتوا بتنصحوا بيه، ده غلط، ده خراب. وعارفه كده التواء حوالين الباطل عشان نزين باطل. ايه اصل انت لو ما كلمتهاش واديتها مساحه وما اشبعتش العاطفه عندها فهي لا ما لهاش حق، وانت كمان زي ما لكش حق انك تعمل الحرام. ومش كل حاجه بقى نيجي ننصح بيها انا تقول لك اشمعنى هو، ما تقولوا للرجال يا ستي بس اعملي اللي ما كل واحد يركز في حاله يا جماعه، ما كل واحد يركز في اللي هيسال عليه. انت ليه حاطه حته النديه اصل هو مش اصل هو؟ انت مالك؟ شوف انت هتقولي ربنا ايه؟ يعني انت حضري اجابتك لربنا، وانت حضر اجابتك لربنا. النقطه دي غلط، وما جيش انصح على جروبات الرجال حاجه زي كده ولا على جروبات النساء. إيه لو ما عملتش استحمل بقى، يتكلم استحمل، هتكلم مش هستحمل. ومين يرضى يعني سواء من الطرف ده ولا من الطرف ده؟ اصل انا ما بكلمكيش، اصل هي من النوع الصامت، اصل هي من النوع اللي ما بيتكلمش، اصل هو اصل هو. فانا لقيت واحده رغايه ترغي معايا ومجرد كلام بس، لا غلط.
ده مش صح يا جماعه، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش صح. النقطه الاخيره، العلاقات محتاجه ستر، حاول حل انت وهي او تجيبوا حد صادق ثقه مؤتمن، خلاف كده هيخرب البيت ونرجع نندم ونبقى زي التاني يقول لك ندمت وما بقاش ولا واحد حواليا ولا حد بيسال عليا، انا ندمت ان انا خدت القرار ده. طيب حاضر لؤلؤه، عندك اختبار بكره، ربنا ينجحك يا رب ويجعلك من اوائل الدنيا والاخره. خلينا ناخد ناس تشارك معانا، تعال يلا ناخد ناس. مين؟ ورد الجوري، شيماء سالم، حضروا نفسكم يلا، ورد الجوري وشيماء سالم، ها ابروف يلا. الجوري، الناس اللي عايزه تدخل معايا يحضروا نفسهم، انا عارفه ان انا بتكلم بقى كتير بس عايزين تقولوا ايه، نفتح لكم عشان محدش يجي يقول بقى ما بتجاوبيش وما بتعمليش، ده احنا فاتحين كل شويه لايف اون جاوب على الناس، وبنحاول ناخد حتى من الاسئله اللي جانا النهارده، ان شاء الله هناخد كم جيد يعني من الاسئله. مش عايزه اقول لكم، مش عايزه، انا مش عايزه افتح لكم والله، اوريكم الواتس عامل ازاي، كام رساله بقى دلوقتي على الواتس، استنوا كده لما يفتح بيهنج الواتس اصلا. صح، جنة الأمومة بتقول علاقات محتاجة صدق، أيوة حد صادق. طيب الفاتس عايزة أقول لكم معلق أهو، مش راضي يفتح من الرسايل، بس خلينا نعمل. طيب خلينا ناخد حد تاني. كل ده جيته إمتى؟ جيته إمتى؟ طيب ضاحكة مستبشرة ومها حسن، يلا ناخد ضاحكة وبعدين مها. خلينا كام؟ الله الله يا نهار ابيض، مش عايزه اعمل، مش عايزه اشوف عدد اللي بتاع، خلاص داخلين على 150,000. انا عايزه اقول لكم ان ده الجديد، يعني احنا عملنا ده الجديد. لما الست تقول لزوجها سامح، لما الست تقول لزوجها ما شفتش منك خير، لا غلط، سامح اللي بيسال، سامح، سامح ابراهيم، لا يعني ما غلط، يعني ما رايت منك خيرا قط، النبي قال عليه الصلاه والسلام يعني حذر من حاجه زي كده، ما رايت منك خيرا قط. على الاقل من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، شكرا كتر خيرك، انت جايب حاجه ولا جاي. ولا نسيت تجيب، ولا نسيت تجيب، مش مهم، المهم انك افتكرت انك نسيت، يعني ده في حد ذاته حاجه ايجابيه انك افتكرت انك، لكن لا طبعا، من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، ده من اساليب التشجيع عند الاطفال ان انا اشكرهم على الحاجه اللي عملوها. فلا، ربنا يبارك فيكم اجمعين. طمنا على صحتك يا امال، والله الحمد لله كويس، زي ما انت شايفه كده الصوت رايح، بس اهو احنا قدامنا تقريبا يعني اقل من ساعه الا ربع ونخش على الاستوديو. لا ما اعرفش ايه موضوع السنه الميلاديه دي. ام محمد، مصدق نلاقيكي، تعالي يلا، عايزه ايه يا محمد قولي لي. كل دول جايين ليه؟ ليه بس بالراحه، خلينا ناخد. مين؟ اسماء اسماعيل، يلا يا اسماء. والله انا بعمل اهو انفايت، هما اللي ما بيردوش، طب اعمل ايه؟ طب انتوا عاملين لي اهو 30 كام؟ 60 79 يا خبر. طب بس اهو بنشوف مين اللي معايا. اسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلمتي، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا يا اسماء، زيك يا جميل. اسماء انت طلعتي معايا قبل كده؟ ايوه بالظبط والله. أيوة. اهلا وسهلا يا ازيك، منورانا والله بجد، مش عارفه ربنا بيحبنا قوي 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 والله العظيم يا معلمه. يا ستي ولا معلمتك ولا حاجه، يعني خلينا انا زي والدتك وابو اختك في الله، يعني قولي لي عايزه تقولي لنا ايه؟ عايزه تقولي لنا ايه؟ لا ده انا بسمع صوتك بالدنيا كلها بصراحه، والله بنسى كل حاجه والله العظيم يا معلمه، بنسى كل حاجه. الله يبارك. ايوه البسوا الحجاب، البسوا الحجاب، اوعى الكاميرا تيجي. يا اهلا بس، والله اهلا اهلا اهلا، يا عسل يا اسماء، حضرتك ربنا يبارك فيك. انا فرحانه قوي انك والله يا اسماء، عندما شفتك دلوقتي انت شكل حد اسماء، اسماء برضه وعزيزه عليا، اسماء العجيزه. ربنا يبارك فيك ويجعل تلح فيكم البركه. شكرا ليكي ومشاركتك، شكرا ليكي يا سيدي. الله يبارك لك يا معلمه. دكتوره هاله، ادعي لاولاد الله يخليك، ادعي لهم حالهم وامتحانهم، الله يسهل لك حالهم ويجعلهم من الصالحات يا رب، اللهم امين، ويجعلهم من اهل الدنيا والاخره، يرزقهم خيري الدنيا والاخره، اللهم امين يا رب يا معلمه، يا رب يبارك فيك يا رب. سعدت بيك، سعدت بيك، السلام عليكم. مع السلامه. خلينا
ناخد حد تاني. الفيلم من عندك يا اسماء عشان انا مش عارفه. ايوه يلا خلينا ناخد مين. يا خبر انتوا جيتوا امتى كل دول؟ عندنا إيه؟ اسراء فتحي. اسراء جاهزه. اسراء راحت فين؟ رحت فين يا اسراء؟ يا خبر كل دول راحوا. رحاب الجنة زهرة الريحان. حضروا نفسكم، أنا عمالة أدور على إسراء عشان نطقت اسمها. طب بسملة صبحي أهي. إسراء فتحي. يلا يلا يا إسراء. أوكي بلاش إسراء، خلينا في يعني وقولوا لي بسرعة كده علشان ملك روحي. وفي زينب الداي. حضروا نفسكم. طه فاروق طه دوت هتلاقيهم. وطه يلا هاتلنا الأولاد، كان حلقتهم النهاردة. يلا ازاي نمنع ميار؟ نمنع السلام بالإيد. بص يا بنتي أهلا السلام عليكم عاملين إيه؟ زي بناكر. لا والله متوضية أو مش متوضية يعني نسي شاكر. السلام عليكم أهلا السلام عليكم مع السلامة. السلام عليكم. ده لو مثلا عم مثلا صاحب عم ما اعرفش مين، راجل في مقام العم او الجد او الخال الكبير او كده، صاحب والدي مثلا، السلام عليكم يا عم جزاك الله خير. بعيد من بعيد لبعيد وبعمل ايدي كده وانتهينا خلاص، وما يبقوا عارفين. ما بسلمش ما بسلمش كده يعني. طيب نتكلم عن صلاح الاولاد. احنا عندنا اكتر من 1000 حلقة عن صلاح الاولاد، ارجعوا لها وخدوا حاجة بس كل مرة، حاجة واحدة بس. جنة الأمومة. أرد فين يا جنة الأمومة؟ أدور عليكي. حاضر فين بقى جنة الأمومة؟ ها فين؟ أم إسلام آية. ها مش لاقياكي يا جنة الأمومة والله. غادة عبد العزيز. يلا يا غادة. يلا اسماء السيد. ها والله انا ببعت اهو، انا ببعت. قال يجوز اصافح عم امي او خالها رجاء عم الام. وده بنت تبقى بنت العم يعني، هي تبقى ده عمها وده تبقى انتي بنت. لا يعني معتقد محارم. ها ديكلايند. يلا اللي بعده. ها إيمان ابنة آل حماد. أوكي والله. طب ناخد من اللي لسه حديث. ما أنا والله بحاول أهو يعني، أنا بحاول. غادة عبد العزيز. مين تاني؟ أمرو فايد. يعني أمرو فايد. صحيح ممكن نقرأ سورة الفاتحة والوقاعة بنية التحقيق. إحنا نقرأ القرآن، القرآن كله بنية التحقيق. هو والقرآن ايه غير الدعاء؟ احنا نقرأ ونتقرب لله سبحانه بنية القراءة. يا رب قدمنا هو حاجة ساعة ودع بعدين، لكن مش بحاجة مخصصة يعني. مكة السلام عليكم. انا ابني ترك الصلاة بعد ما كان من السابقين. سنه كام سنة؟ اللي يكتب لي حاجة زي كده على الأولاد يكتب لي كام سنة فيه وأصبح رده. سنه طبيعة السن وطبيعة الصحبة اللي معاه. ها ليه بس؟ ليه بس؟ والله عندنا رسائل كتير. انا لسه قلت لكم الواتس. بصوا الواتس مهنج اهو، احنا داخلين في 100 وحاجه، 106 وحاجه ولا 107 وحاجه اهي. خليني افتح لكم الواتس واقول لكم كام الرسائل. بيهنج اصلا الواتس عبال ما يفتح. ايمان عبد الفتاح فين لو جاي؟ طب يلا يلا يا ايمان هاتيها هاتيها ان شاء الله في الحلقه النهارده، هنفتح ان شاء الله للاولاد. تمام ما طيب خلينا نتقابل بقى في الحلقة. التواصل معايا أحمد عادل طلب التواصل. بصوا يا جماعة خليني أقول لكم، إن شاء الله برضو دي تتقطع وتتعمل حاجة لوحديها. طرق التواصل معايا، أنا بيتم التواصل معايا يا بعمل لايف وبجاوب، يا بناخد الأسئلة، يا بعمل حلقة على مجموعة أسئلة جت فبعمل حلقة تخاطب وتعالج المشكلة دي، يا برنامج بيوت منورة ده إحنا حد واثنين وثلاث، أو لايفات لايف الخميس وبناخد الناس.
كل ده مجاني، يعني كل ده مجاني. في الخاص اللي بيبقى عليه اجر، ده شغلي انت. لو جيت للعياده او المركز، انت في سكرتاريه وفي ناس وفي حاجز وفي مكان والكلام ده، فبتحجز عادي. ده بيبقى متابعه، المتابعه معاك، حل مش بس بنقول راي، لا احنا بندي حلول وفتره زمنيه والالتزام بيها، وبيبقى الطرفين طبعا. مش عايزه اقول لكم الجلسه اللي بيبقى فيها الطرفين، مش عايزه اقول لكم بتبقى عامله ازاي، حاجه عظيمه يعني. لكن ده اللي بيبقى المدفوع، ده الشغل الخاص اللي هي الاستشاره الخاصه. اما الامور كذا يتصل بينا على البرنامج بتاع الحلقه، احنا بنعمل نص ساعه كامله، يعني 3 ايام كل يوم نص ساعه كامله للاتصال. عندك بتبعت على الواتس وبنجاوب، يا بنجاوب جمله بيبقى المشكله لوحديها، يا بناخد مجموعه من المشاكل وبنعمل بيها حلقه، يا بجاوب عليها في اللايفات. يعني عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ عندي بيت، انا عندي بيت واولاد، عندي 4 عيال عايزه اقول لكم. فيعني ده اللي انا خصصته لهم، حسبة الوقت صدقة الوقت صدقة العلم، كل الكلام ده. اما الموضوع الخاص ده اللي هو بيبقى عايز حل بينه وبين زوجته، وبينها وبين زوجها، الامور بتمشي ازاي، عندها مشكلة حقيقية وعايزة امور تتابع بخطوات بخطة زمنية معينة. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. انتظركم بقى بالظبط يعني ساعة الا ربع من الان على قناة وطن، برنامج بيوت منورة، حد واثنين وثلاثة، ميعادنا الساعة 8 بتوقيت القاهرة. هنتظر اتصالك وهنفتح الاتصالات على طول النهاردة. هرغي معاكم حبة صغيرة قد كده وبعدين ناخد اتصالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.